عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا درس من دروس الرندة والملاك. اليوم غادي نخدمو ملاقية ديال الفراشة. هذا أول درس عندي ديال الفراشة. إن شاء الله نبدأ بالملاقية ديالو، من بعد نخدموها كبيرة يعني في وسط الرندة، ونخدمو نص طوق ديالها وحنا ماشيين. إن شاء الله غادي نبداو بثلاثة ديال الغرزات، يعني الغرزة الأولى الثانية الثالثة، ثلاثة ديال الغرزات كنخدمو يعني ثلاثة ديال الغرزات. غنبداو الفراشه ديالنا. الفراشه ديالنا اول حاجه غادي نحلو العين، يعني غادي نخليو غرزه ثانيه غادي نخدم في الثالثه، بحال غادي نحل العين ثالثه ونضرب في الثوب ديالي. غادي نجي نهاد الخيط هذا، يعني اللي خصني نرد فيه جوج ديال الغرزات، ما كنخدمش دابا جوج الغرزات. غنجي لهذا ضربت في الثوب، غنجي لهذا لتحت ديالو ونحل عين اخرى كما كتلاحظوا، نعمل ضربه في الثوب ونجي لفوق، يعني ضربنا لتحت على من الغرزه لفوق، ضربت لفوق على من الغرزه لتحت. هذه هي القاعده ديال الفراشه، هذه ضربت في الثوب لفوق عملت الغرزه لتحت، ضربت في الثوب لتحت غادي نعمل الغرزه هنا لفوق كما كتلاحظوا. نضرب هكذا شحال عندنا هنا هذه الخيوط، عندنا واحدة جوج ثلاثة، أنا بغيت أربعة ديال الخويطات. ها هما واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة. نعمل الكربة ديالي في الثوب. دابا أشنو غادي نعمل؟ دابا غادي نجمع، يعني غادي نعمل دائرة الخيط ديالي لتحت، وغادي نجي نهاد أربعة ديال الخيوطات اللي كتشوفو هادو الأربعة، وغادي نعمل لهم هكذا، غادي نجمعو ونضرب في الثوب، مجرد غير غادي نربطو وغادي نضرب في الثوب صافي. غنبدا وحده اخرى، ضربنا هنا غادي نجي لهاد الخيط هذا، هاد الخيط هذا الاخراني، وغادي نعمل فيه غرزه، نضرب في الثوب ونجي في هذا الخيط هذا الفوق ونضرب له غرزه، ونعمل الضربه ديالي في الثوب. حاولوا هذه تكون شويه الضربات بعاد على بعضياتهم، ونجي لهنا لتحت، يعني ضربت في الثوب الفوق غادي نعمل الغرزه لتحت، ضربت في الثوب الفوق من تحت غادي نعمل الغرزه في الخيط الفوق، يعني الخيط هنا الفوق هكذا. هنا شحال عندنا؟ واحد جوج ثلاثة أربعة، يعني مرة كنربطو ملي نكونو طالعين، مرة كنربطو ملي نكونو هابطين، يعني مجرد نجمعو واحد جوج ثلاثة أربعة خصك تربط. غنجي الوسط دهادو ونربط هكذا، نزير عليهم ما كتلاحظ، ونعمل الضربة ديالي الثوب. هادو هما الفراشات. انا نزيد معكم وحده اخرى. ملي كنعمل الضربه ديالي في الثوب هنا لتحت، كنجي للخيط هذا الفوق وكنعمل يعني بحال عوينه، بحال حليت عين، نعمل غرزه، نحاولوا نمشيو بنفس القياس باش ما يتحناش الخدمه، ونجي لهذه لتحت هنا لتحت ونعمل غرزه، والضربات ديال الثوب كيكونوا شويه متباعدين، ونجي هنا الفوق ونعمل غرزة. شحال جمعنا هنا؟ يلا واحد جوج ثلاثة، باقي لي وحدة، ونجي لهنا لتحت نعمل غرزة. ملي كنجمع أربعة ديال الخويطات، واحد جوج ثلاثة أربعة، كنعمل الخيط ديالي من التحت وكنعمل العقدة ولا الغرزة في الوسط، يعني كنجمعهم هكذا في الوسط ونجمع الخياطه ديالي ونستمر. يعني عملت غرزه هنا الفوق، كنجي لهاد الخويطه هذه اللي لتحت ونبدا وحده اخرى، وكل مره يعني هاد المره عملت العقده ديال الوسط، يعني جمعتهم من الفوق، المره الثانيه غنجمعهم من التحت باش تجينا ما تجيناش الفراشه مايله لواحد الجهه، باش كيف ما هنا لتحت كيف ما هنا الفوق كتجي نفس الخدمه،
خدمة كتجي وحدة. هنجي لهذه الفوق هنا هنا، ونجي لهذه هنا لتحت، يعني واحد جوج ثلاثة. لا هنا خصني نربط، ما خصني شي، نخدم هذه يعني جمعت أربعة. هنا واحد جوج ثلاثة أربعة، صافي كنجمعو بهذه الطريقة هذه، وكنجي للثوب ديالي ونربط. سالة للخيط كنجي مباشرة هنا وكندفن الخيط ديالي، وكنبدا خيط اخر فوق منه. هذه هي الملاقية ديال الفراشة.